بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نحكي في التجربة الثانية من المختبر المايكرو بروسيسور اللي هو سيشن رقم 4 أو التجربة الرابعة اللي هي بتحكي عن السيفن سيجمنت. في هذا المختبر طبعا المختبر الماضي حكينا عن كيف بيتم استخدام أو كيف بيتم برمجة المايكرو بروسيسور بحيث أنه يتعامل مع 4 ليد موجودة عندي، كان ليد باللون الأخضر والأصفر والأحمر واثنين باللون الأحمر، كيف ممكن أشغل كل ليد لحاله وأعملهم بشكل one of them is on and another is off وهكذا واحد on واحد off لغاية لا نحكي فيهن، وشرحناها بالتفصيل الممل ووضحناها. في محاضرة اليوم بدنا نتعامل ونشوف كيف ممكن نعمل بروغرامينج للمايكرو بروسيسور بانه يتعامل مع السيفن سيجمنت ديسبلي. عشان هيك رح ندخل اول اشي ونشرح في موضوع السيفن سيجمنت. السيفن سيجمنت هي عبارة عن ديسبلي بتعرض لي اياها، بتحتوي على سيفن اكتف سيجمنت اللي هني A, B, C, D, E, F, G. طبعا هذا شفتوه في مختبر الديجيتال ورح نرجع ونشرحه اليوم كمان، وكمان واحدة اللي هي الديسيمال بوينت او البي. عشان هيك شكل السيفن سيجمنت هو عبارة عن سيفن ليد ايميتنج دايود او لايت ايميتنج دايود، تمام بهذا الشكل بتكون كل واحد منهم هو عبارة عن لايت ايميتنج دايود ليد، هاي A وهاي B وهكذا C D E F G and point decimal point أو DB، تمام. هاي شكل ال 7 segment. ليش سميناها 7؟ لأنها بتحتوي على 7 light emitting diode 1 2 3 4 5 6 and 7. طبعا الDB تحسب لإشي ثاني للديسيمال، فعشان هيك تم تسميتها بال 7 segment. كل واحدة من هاي السيجمنت هي عبارة عن light emitting diode، بما انه لايت ايميتنج دايود اذا راح يكون بهذا الشكل، هو عبارة عن دايود. هذا الدايود بده يشتغل او يطفي، عبارة عن انود اند كاثود، صح؟ في له طرفين الانود اند كاثود. هاي الانود اذا كانت الفولتية على الانود اكبر من الفولتية على الكاثود بمقدار قيمة معينة للثريشولد تبعت الدايود، معناته بيشتغل وبضوي لي الضوء. اذا بدنا نفهم انه هاي السيفن سيجمنت هي مجموعة من الدايودز، مجموعة من الدايودز. عشان هيك في منها نوعين من السيفن سيجمنت، في اشي منسميه كومون انود وفي اشي منسميه كومون كاثود. الكومون انود معنى انه السيفن سيجمنت الموجودة عندي او السيفن ليدز الموجودة عندي كلياتهن كومون على الانود، يعني شكلهن هن عبارة زي ما حكينا عبارة عن 7 سيجمنت 7 ليد، هاي واحد هاي اثنين بهذا الشكل بكونن ثلاث سو اون منكملهن. اذا كانن كلياتهن كومون على الانود هاي منسميه كومون انود 7 سيجمنت. شو معنى هذا الحكي؟ طبعا هي بيكون A B C D، هاي A وهاي B وهي سي ومنكمل فيهن. يعني معنى هذا الحكي اذا كانت السيفن سيجمنت هي عبارة عن كومون انود، معناها على هاي الجهة لازم اعطيها قيمة 1 وهنا 0 عشان اشغلها. لكن اذا كانت كومون كاثود معنى هذا الحكي انه هاي الديود الاول بيكون بهذا الشكل، الديود الثاني، الديود الثالث، طبعا سون نكملهن نفس العملية، هن بكونن كلياتهن كومون كاثود، هاي منسميها كومون كاثود. والأنود عندي عبارة عن A B C D، وبهاي الحالة عشان يشتغل هاي لازم أعطيها زيرو على الكومون كاثود، وهين بعطي القيمة اللي بدي أشغلها 1 عشان أشغلها، هين القيمة بدي أشغلها زيرو. إذا إذا كان كومون أنود عشان اشغل الليد اللي بدي اياها، معناته قيمة A B C D لازم اعطيها ايش؟ زيرو عشان تشتغل. لكن اذا كانت كومون كاثود معناته لازم اعطي قيمة A B C D قيمة واحد عشان اشغلها. اذا زي ما اتفقنا السيفن سيجمنت هي الها مجموعة من السيجمنت A B C D E F G and the dot point اللي هي البي. ف
بناء عليها بتم. لازم اكون عارف انا نوعيه هاي السيفن سيجمنت. اذا كانت نوعيتها كومون انود معناته بعطي البت اللي بدي اشغله زيرو، يعني بدي اشغل رقم واحد معناته هاي رقم واحد لازم اشغل بي اند سي، وهسه بنيجي بنطلع عليهم. طب اذا بدي اشغل رقم صفر معناته لازم اشغل اي وبي وسي ودي واي واف ما عدا جي اطفي جي والبوينت، معناته لازم اشغلهم كلياتهم. طب كيف بدي اشغلهم؟ اذا كومون انود بعطيهن زيرو، اذا كومون كاثود بعطيهن واحد. هاي هي بالنسبه لتركيبه السيفن سيجمنت. عشان هيك السيفن سيجمنت زي ما اتفقنا في الها اي بي سي دي اي اف جي اللي هن ترتيبهن بالاضافه للبي، وفي مختبرنا هن اكتيف لو. شو يعني اكتيف لو؟ يعني هن هاي السيفن سيجمنت كومون انود وليست كومون كاثود. هاي السيجمنتس الاي بي سي دي اي اف جي مع البوينت اللي هي الدوت الديسيمال بوينت تبعتنا مشبوكات مع مين؟ مع ال 8255 اللي هي البي بي اي البروجرامبل بريفرال انترفيس. اذا مشبوكات مع هاي البي بي اي على بورت اي. كيف مشبوكات على بورت اي؟ بي اي 0 بورت اي 0 يعني اول بت من بورت اي مشبوك على اي، او ثاني بت من بورت A مشبوك على B، اللي هو 2BA2 على C، 3 على D، E، F، G والبوينت. اذا ترتيبة البورت تبعتي مشبوكة، يعني الانترفيس تبعنا هاي الانترفيس 8255 تمام، هاي بورت A 0 1 2 3 4 5 6 7، هاي مشبوكة على A في السيفن سيجمنت، هاي مشبوكة على B بالسيفن سيجمنت، هاي مشبوكة على C بالسيفن سيجمنت، هاي مشبوكة على D، هاي على E، هاي على F، وهاي على G، وهاي على dot point اللي هي P. إذن بهاي الطريقة مشبوكة، وهو طبعا مشبوك مع مين؟ مع المايكرو بروسيسر. إذن هاي هي تركيبة السيفن سيجمنت تبعتنا. فعشان هيك من نشوف السكيماتيك دياجرام او الانترفيس سيركت ما بين ال8255 مع ال7 سيجمنت ديسبلاي تبعتنا كيف مشبوكه. فمنلاحظ طبعا انه الانتر كونكشن از دان باي كونكشن بين 2 ل 9 اوف بي 3، هسه هي اللي هي بي 3 زي الباتش بانل تبعتنا، كونكترز بين 2 ل 9 اوف بي 4 كونكترز اللي هي نيجي بنحكي عنها هاي البي 4 المشبوكه مع هاي ال7 سيجمنت. يعني احنا اتفقنا في المحاضرة الماضية وكانت موجودة عنا انه الـ 8255 تبعتنا مشبوكة مع بورت A كلياته مشبوك مع الـ 7 سيجمنت، بورت B اول اربعة مشبوكات مع الليد، والاربعة اللي هن اللور اوردر من البورت B مشبوكات مع الليد، والابر اوردر من بورت B مشبوكات مع الستيبينج موتور، وبورت C كلياته مشبوك مع الديجيتال تو انالوج كونفرتر. فاذا زي ما اتفقنا هاي الـ 8255 بورت A كلياته مشبوك مع الـ 7 سيجمنت. فزي ما شفنا بورت A اللي هو 2 3 4 5 6 7 8 9 هذول مشبوكات مع مين؟ مع اللي هي A B C D E F G. هي A اللي هي رقم 7 مشبوكة مع رقم 2، ورقم 6 هنا اللي هي B مشبوكة مع رقم 3، يعني B A 0 مشبوك على A، B A 1 مشبوك على B، B A 2 مشبوك على C، وهكذا حسب الجدول اللي موضح عندكم بأول المانيوال تبعتنا. إذن هدول طبعاً B1, B3, B4 هني زي باتش بانل عشان نوصل البنز مع بعضهن. نفسه هنا بين 2 لبين 9 وهين بين 2 لبين 9. فBA0 مع A, BA1 مع B وC وD وهكذا. طيب عملياً عشان نقدر نشغل الـ 7 سيجمنت بشكل بسيط، انا لازم يعني ابسط كود لي بدي اشغل رقم الواحد. رقم الواحد هو عباره عن بي وسي شغالات، اذا A 0 ولا 1 كنا اكتيف لو، يعني بتشتغل على الزيرو، يعني A بدها تكون طافيه معناته واحد. بدي اشغل B C بس بي وسي عشان رقم واحد، D كلياتهم بعدهم واحد، 1 1 1 2 4 6 هاي 8. اذا هذا الرقم لازم احمله لل AL واطلعه على مين؟ على بورت اللي هو A. اذا لازم نعمل موف عشان نشغل ال 7 سيجمنت ونشوف الداتا عليها، فقط عشان نشوف الداتا، موف AL
قديش القيمة تبعتنا هاي، نروح نقرأها أو نعطيها في الباينري 1111 5، هاي 1001 in binary، ومنعملها out على وين؟ على port A لمين؟ ل A L. هذول التو انستركشن هذول اللي شايفينهم هين هن اللي بيطلعن الداتا على مين؟ على السيفن سيجمنت. طبعا هاي لحالها ما بتكفي، عشان نكتب البرنامج تبعنا لازم شو نروح نعمل؟ لازم نحدد الكنترول وورد ونرفعها على الكنترول ريجستر، يعني لازم نبرمج البي بي اي تبعتنا هاي ال 8255. انه انا شو بلزمني منها؟ بلزمني فقط بورت A في هاي التجربه، اذا لازم احكي له انه بورت از اوت بوت. على اي مود بشتغل؟ على مود الزيرو. طب بورت B وبورت C don't care بالنسبة لي مش كثير مهمات، بما انهم don't care اذا زيرو، معناته الكنترول وورد تبعتي هي عبارة عن 80 بالهكسا ديسيمال او 1000000 in binary. فهاي هي الكنترول وورد، بروح بحملها على الكنترول ريجستر. هاي اول اشي عملنا برمجة لمين؟ لل 8255. فاول خطوة بقول لك اطلع لي رقم واحد على السيفن سيجمنت برمجتها. إذا move AL اللي هي القيمة 1111001 in binary، بعدين بنعمل out على port A ل AL، هيك أنا أطلعت رقم واحد على 7 segment وخلص خلصت. طب يطلع رقم اثنين، بروح بشوف رقم اثنين كيف بنكتب. رقم اثنين بنكتب بهذا الشكل صح؟ إذا بدي أروح أشوف A B D E وجي اللي لازم يكون انشغلات. اذا مع كل رقم بدي اطلعه لازم اروح اشوف الداتا تبعتي للسيفن سيجمنت كيف قيمتها. فعشان هيك بدنا نعمل نشوف اللي هو اصعب مثال في السيفن سيجمنت، انه نعمل برنامج نكتب اسمبلي كود يعد من صفر لتسعة ويرجع للصفر باستخدام السيفن سيجمنت ديسبلاي عشان نشوفهم. يعني انا بدي اجي لما ان شاء الله تتيسر امور المختبر وتشوفوا المانيوال، تشوفوا تيجوا على أرض الواقع على الكت وتطبقوا هذا البرنامج، لازم أنا يطلع عندي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي هو كاونتر يعد لما أشغل البرنامج اللي بدنا نشرحه حاليا. عشان هيك نيجي نطلع على السيفن سيجمنت. السيفن سيجمنت زيرو A شغال، B و C و D و E و F شغلات. طيب شو نوعية السيفن سيجمنت اللي عندنا؟ كومون أنود. شو يعني كومون أنود؟ يعني بتشتغل على الزيرو ما بتشتغل على الواحد، يعني لازم أعطي قيمة A0 B0 C0 D0 E0 F0 و G، والبوينت هذول لازم تكون قيمتهم واحد واحد طافيات. في هاي الحالة طفيتهم وهذول شغلتهم طلع عندي زيرو. طب رقم واحد بس B و C شغلات والباقي كلها أصفار. طب رقم اثنين A B، أها مش كله أصفار، كله مطفى، كله مطفى لانه كومون انود معناته كلياته قيمته 1 والبي والسي فقط قيمتهن 0. اذا هاي ضروريه بدكم تخلوها في بالكم، 0 معناها اون يعني مشغل الليد، و1 معناها اوف. طبعا هذول وينتا؟ هذول في الكومون انود، والسيفن سيجمنت اللي عندي هي عباره عن كومون انود. لكن لو كومون كاثود الزيرو بيكون اوف والوان بيكون اون. في هاي العمليه شو بنسميها؟ كومون كاثود. كومون كاثود احنا شغالين عليه هي الكومون انود وليست الكومون كاثود، يعني هذا مش شغالين عليه احنا شغالين على الكومون انود، يعني الزيرو هي اللي بتشغل هذا اللي تبعنا. تمام. طيب فعشان هيك اول اشي لازم يعطيني الادرسز، فحكى لي انه الادرس للبورت لل 8255 تبعتنا اللي مشبوكة على 7 سيجمنت هي 1F 1D 1B 1.9. هاي الكومون ريجستر، هاي بورت C بورت B and بورت E. انا بلزمني بورت C وبورت B؟ مش كثير بلزمني، حتى لو عملت ايش ايكو كفاريبل عرفت ان كان كونستانت بلزمنيش. انا بلزمني فقط بورت A هذا بلزمني، والكومون ريجستر طبعا اكيد بلزمني عشان احمل الكنترول وورد تبعتي. اذا هذول الاثنين هن اللي بلزمني. طيب الداتا تبعتنا
عشان أعد من 0 to 9 شو هي. طبعا مش منطق واحد يجي يقول لي بعمل موف اي ال لقيمة الزيرو وبعملها اوت، بعدين بعمل موف لاي ال بقيمة الواحد وبعملها اوت بقيمة اثنين الثلاث الاربعة. طبعا هذول هاي قيمة زيرو، هاي قيمة واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتسعة. هاي هيك قيمهن، ارجع لهن، هاي كلياتهن شغلات ما عدا الجي والبوينت. هن الاي مطفية وبي وسي فقط اللي شغلات، اللي هو رقم واحد. رقم اثنين اي وبي شغلات، سي طافي، دي واي شغلات، اف طافي، جي شغالة، والبوينت مطفية. رقم ثلاث اي وبي وسي ودي شغلات، اي واف مطفيات، جي شغالة، والبوينت مطفية، وهكذا فيهم كليات. فمش منطق اني احمل كل مرة قيمة الرقم تبعي واطلعه، معناته انا لازم اخزنهن في ميموري، في داتا، واصير شو اعمل، استدعيهن كل مرة واحط اندكس او بوينتر واستخدمه. فعشان هيك بدنا نشوف الكود اللي بيعمل لي هاي العملية. الكود تبعنا اول نقطة منه عرفنا ايش، عرفنا البورتس. طبعا اسيوم الكود سيجمنت والداتا سيجمنت والاكسترا سيجمنت والستاك سيجمنت، هذول ضروريات جدا لازم نكون معرفين في البداية. بعدين عرفت ايش، عرفت الكونستانت فاريبلز تبعتي. الكونستانت فاريبل تبعتي اللي هي بروجرام الكومون ريجستر، البورت سي، بورت بي، بورت اي. انا اللي بلزمني منه فقط بورت اي الواحد تسعة ان هيكس ديسيمال، بورت بي وسي بلزمنيش، والكومون ريجستر طبعا اكيد بلزمني اللي هو الف. هاي اول نقطة، اخذت اورج الف يعني ابعدت عن الكود سيجمنت تبعي مقدار الف. اول نقطة اتفقنا انه لازم نحمل اللي هي الكنترول وورد على الكنترول ريجستر. اذا هذول التو انستركشن اللي عندي هين، هذول ضروريات في اي برنامج اول ما تبلش بعد الاورج لازم يكون انهني. ليش؟ عشان ابرمج ال 8255 تبعتي، لازم ابرمجها عشان افهم انه شو يعني بورت 80. هي بتشتغل على مود الزيرو، بورت A و B و C كلياتهم اوتبوت عندي. ليش؟ لانهم زيرو. B و C مش كثير بهمني، دونت كير، حطيتهم زيرو، بس بورت A هو اللي بهمني لازم يكون زيرو، يعني اوتبوت بورت. اذا هين حملنا الكنترول وورد على الكنترول على الكومون ريجستر، يعني برمجت ال 8255. هسه هين برمجت الكود تبعي اللي بده يعمل لي الكاونتر. طيب احنا اول نقطة اتفقنا فيها انه رحنا جبنا الداتا تبعتي، هاي الداتا لازم اخزنها في موقع واتعامل معها، يعني مش انا كل مرة بدي احمل داتا لإلي. فاحنا شو عملنا، رحنا جبنا الداتا وعرفناهن في الداتا. طيب شو عرفنا في الداتا، خلينا نشوف في البرنامج تبعنا. سوري، في البرنامج تبعنا في نهاية البرنامج عرفنا انه الداتا هي defined byte لقيمة الزيرو، لقيمة الواحد، لقيمة الاثنين، لقيمة الثلاث، الاربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة، والزيرو زيرو. اذا هاي هي القيمة. طيب شو لازم اعمل، لازم اجيب وين موقع هاي الداتا موجودة، يعني لازم اجيب الاوفست تبع الداتا، هيها تبعت الداتا الاوفست، وحملها وين على الاس اي. ليش الاس اي؟ لانه اندكس ريجستر بقدر استخدم جوا البراكيت. طب واحد قال لي بديش اس اي، بدي دي اي، صح. واحد حكى لي بدي بي اكس، صح. اللي بدك اياه، انت حر، انت حر. اذا رحت جبت الاوفست داتا على اس اي وعملت موف اي ال اس اي. شو يعني؟ يعني رحت جبت اول قيمه من الداتا، لانها الاوفست اول للداتا هي زيرو، هي هاي القيمه تبعتي اول موقع. رحت جبت اول موقع وحملته وين، على اي ال. وشو عملت؟ قارنت اي ال مع الزيرو زيرو. ليش قارنت اي ال مع الزيرو زيرو؟ لاني انا بس اوصل الزيرو زيرو بدي اوقف، يعني انا مطلوب مني من صفر لتسعة، تمام. طب واحد ثاني ممكن يفكر فيها بطريقه ثانيه، طب ما انا فيش عندي غير من صفر لتسعة، يعني كم مره بدي اطلع من 10، طب ليش ما اعمل كاونتر من 10؟ صح، بطريقه ثانيه ممكن تحمل سي اكس 10 وتيجي كل مرة تحمل موف اي ال اس اي وتطلعها وتعمل انكريمنت لاس اي. طبعا هاي طريقة صح، يا اما بتعمل كومبير اي ال مع الزيرو زيرو، يا اما بتعمل كاونتر. في هاي العملية اذا عملنا كومبير اي ال مع الزيرو زيرو،
هل اول قيمه 00 ان هيكساديسيمال؟ لا مش 00، هيها قيمه مش 00. اذا جمب ايكوال على ال1؟ لا مش جمب ايكوال، لانه البرنامج تبعنا مطلوب انه يعد من 0 ل 9 ويرجع كمان مره يعد من 0 ل 9، يعني ما يوقف، يضل يعد من 0 ل 9. تمام؟ فاذا يا اما بستخدم كاونتر يا اما بستخدم كومبير اي ال مع 00. ليش مع 00؟ لاني اخر داتا حاططها 00، فلما عملت موف اي ال مع الداتا الكونتنت اوف بوزيشن اس اي، يعني روح على الموقع اللي بيحتوي عليه اس اي وجيب لي الداتا اللي جواته، هي اول قيمه. اذا هي مش 00 معناته ما راح يروح على ال1، ما راح يبلش من البدايه. فاذا اول قيمه عندي اللي هي لاس اي هي قيمه معناته لا تساوي 0، جنب ايكوال ما بتحقق، معناته شو بروح بيطلع بيعمل اوت على بورت اي اللي هي طبقتها على بورت اي. شو راح يطلع على بورت اي؟ اول رقم اللي هو الصفر. بعدها بستدعي التايمر عشان اقدر اشوفه، هسه بنيجي وبنحكي عن التايمر. بعدها بعمل انكريمنت لاس اي، ليش؟ عشان اروح على الداتا اللي بعدها. فعملت انكريمنت لاس اي وجمب وين؟ على ال2 اللي هي موف اي ال اس اي، يعني روح جيب المحتويات هيها حملها على اي ال، قارنها هل تساوي زيرو؟ لا لا تساوي زيرو، معناته الجمب ايكوال ما بتنفذ. بروح بعمل اوت اي ال على بورت اي، يعني بطلع رقم واحد، وبستدعي التايمر. انكريمنت لاس اي بروح على الرقم الثاني، بظلني اكرر فيها لاخر واحد. جيت هين حملنا اس اي موف اي ال الميموري كونتنت اوف اس اي على اي ال، طلع عندي الرقم 10100000. اوكي، هل هو يساوي زيرو؟ لا. اذا الجمب ايكوال ما بتحقق، بعمل اوت على بورت اي وبستدعي التايمر. عملت انكريمنت لاس اي، شو بتصير؟ هي قيمه الزيرو زيرو. برجع على ال2 موف اي ال اس اي، يعني الزيرو زيرو صار في اي ال. هل الاي ال تساوي الزيرو كومبير؟ نعم تساويها. بعمل جمب ايكوال على ال1، شو يعني؟ يعني روح خذ الاوفست للداتا، يعني ارجع من البدايه. هاي طريقه ايش اللي بدون كاونتر. طب اذا انا بدي بكاونتر، هاي هو المطلوب منكم تعملوه كهوم ورك لكم، تعملوه باستخدام الكاونتر، ما بدي انا باستخدام الكومبير. بدي تعمل لي كاونتر بس يعد ل 10 ويوقف خلاص، او يرجع يكمل من 0 ل 9، من 0 ل 9 10 مرات ويرجع يكملهن كمان مره. طيب بالنسبه للتايمر، موف سي اكس 0 تايمر 1، طبعا 0 او 1 بغض النظر، او اذا زدتها بصير وقت كبير، يعني تشوف رقم 1 كثير يطول، يعني ان شاء الله بس نجرب في المختبر. اذا حطيت هنا مثلا 20 بالهكساديسيمال، بنلاحظ انه رقم 0 بيطول على 7 سيجمنت وهو ظاهر، تا يجي بعده رقم 1، تا يجي بعده رقم 2، تا يجي بعده رقم 3، لكن بهاي الطريقه ممكن ان نشوفه طبعا. واذا شلت التايمر انت ما بتشوفه اصلا، ببين عندك انه ال7 سيجمنت طافيه لانها سريعه كثير وما بتبين عندي. فعشان هيك بنعمل التايمر نو اوبريشن نو اوبريشن ولوب على تايمر 1. قديش بده يروح على تايمر 1 اللي هو سي اكس ما هي 0 هين، يعني مش راح يعمل لوب على تايمر 1، راح يعمل ايش؟ موف سي اكس 0، راح يعمل ريتيرن. شو يعني ريتيرن؟ يعني ارجع على اللي هو عند الكول، بعد الكول راح يعمل انكريمنت ل اس اي. فالتايمر هين هو موف سي اكس، بس لو عملنا هين سي اكس ايكوال 2 هيك منها 2، بيجي بدخل نو اوبريشن نو اوبريشن نو اوبريشن لوب. شو يعني لوب؟ يعني راح يعمل ديكريمنت لسي اكس تصير قيمته 1 ويرجع على نوب 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 نوب، قيمه سي اكس راح تصير 0 ويرجع نوب 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 نوب، ما بيطبق اللوب، بروح بيرجع ريتيرن. يعني بتطبق هاي النوب كم مره؟ اذا حطيت سي اكس 2 مرتين. فهين عشان هيك بيطول ظهور اللي هو الرقم على ال7 سيجمنت. فهاي هي بالنسبة لتجربة الـ 7 سيجمنت. أهم إشي بدكم تعرفوه كيف مشبوكة مع الـ PBI تبعتنا، كيف هاي الـ PBI مشبوكة مع الـ 7 سيجمنت على بورت A، كيف توزيعة البورتس تبعتنا، هيها بورت A B C مع مين مشبوكات، BA0 ولا BA7 كيف مشبوكات على الـ 7 سيجمنت. أهم إشي بدك تعرف إنه الـ 7 سيجمنت هاي تبعتنا هي كومون أنود ولا كومون كاثود، اذا كانت كومون انود ولا كانت كومون كاثود. عشان هيك طلع مشبوكي هاي هي المشبوكي على 5 فولت، ليش؟ لانها كومون انود. لو انها كانت كومون كاثود تكون مشبوكه على جراوند على الزيرو، بس لانها كومون انود معناته كلياتهن الانود تبعهن لازم يكون قيمته 1.
فهاي أهم نقطة في السيفن سيجمنت لازم تكون واضحة بالنسبة لكم. هيك بتمنى بسيط جدا الكود كود الاسمبلي اتس فيري ايزي، ما في اي شيء. الداتا بتعرفوا ليش بنروح نجيبها، لانه مش كل مره انا بدي اعمل موف اي ال كذا وارفعها موف اي ال كذا، لان هذول 9 قيم ما بزبط. فممكن كمان مثال تعملوه، اذا راح ابعث لكم اساينمنت راح اعمل لكم اياه وابعث لكم، انه بدي تكتب لي كود باستخدام الكاونتر سي اكس، يعني ما بدي يعمل كومبير، وبدي تعمل لي انه يطلع من 0 ل اف، ما بدي اياه من 0 ل 9، بديش كاونتر من 0 ل 9، معناته بدي ازيد هذول الداتا. طيب رقم A مثلا، انا بدي اظهر على 7 سيجمنت رقم A، كيف لازم اظهرها رقم A؟ رقم A هي بتمثل هاي A، يعني بما معناه سوري هاي رقم A. طيب رقم B مثلا، واحد اجى حكى لي بدي تظهر لي رقم B، رقم B هو عبارة عن هيك زي رقم 8 بي، هاي رقم بي. طب رقم سي، هاي رقم سي. رقم دي، هاي رقم دي. رقم اي، هاي اي، اي بي سي دي اي. اف، هاي رقم اف. اذا بدي اضيف عليهن كمان اللي هن قيم الاي بي سي دي اي اف الموجودة عندي عشان يقدر يطلع لي، يعني معناته بدنا نزيد الداتا. لا الـ A بدها تكون زي ما كنا، هاي الـ A موجودة عندنا، هاي الـ A، A B C E F G لازم يكون شغالات، B اللي هي نفس رقم 8 A B C D E F G لازم تكون شغالات، C A D E F لازم يكون شغالات، رقم D اللي هو A B C D E F لازم يكونوا شغالات بدون G زي الزيرو، E لازم A D E F G لازم يكونوا شغالات، و F A D E F G A و E F G لازم يكونوا شغالات. فمعناته بروح بضيف في الداتا تبعتي اللي هي الأشياء الإضافية، يعني كمان لازم أضيف قبل الزيرو هنا نضيف كمان defined byte لل A وال B وال C وال D وال E وال F. وهيك بتكون التجربة تبعتنا انتهت بالنسبة لل 7 سيجمنت. يعطيكم ألف عافية، بتمنى أنكم تكون واضحة الأمور ومفهومة. شكرا لكم.